عسلامة، مرحبا بكم البنات، ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة جيدة. نشكركم برشا على دعمكم ليا، ونشكر كل مشترك جديد في القناة، ومرحبا بكم الناس الكل. جاتكم فيديو جديد ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا البايلا بطريقة سهلة برشا برشا، وباش نشوفوا مع بعضنا زادة اسرار نجاحها. ونبدأ بسم الله. اول حاجة شوفوا لهنايا الساعة كيفاش الروز جانا كعبة كعبة، ما جاش مكرفس في بعضه. ان شاء الله تحبش تشوفوا الطريقة، كملوا الفيديو للاخر، وما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ونبدأ بسم الله. اول حاجة عملتها نظفت كروفات، نحيت قشور متاع 3 كعبات دكاكة باش نستغلهم من بعد في تحضير المرقة الكروفات. وراهي المرحلة هذه مش الناس كل تعملها، أما تعطي نكهة مش عادية كيف ما تعرفوا. زادة بنة ولحموضة الكروفات الكل موجودة في القشور، دونك احنا ماذا بينا نستغلوا كل حاجة في اللي في روي دو مار. ولهنايا قليت القشور مع شوية زيت زيتونة لين اللون أحمر، ومن بعد فواحتهم بالرند، فلفل أسود، فلفل أحمر، وشوية من الكليل، شوية من الملح، وشوية من الكركم، وزدت عليهم الماء سخون قرابة لتر ونص. بالنسبة لبنات الماء هذايا باش نستعملوهم بعد في الرز، أما راهو مش الكل، والنجم نستغلوه في بارش حاجات. أنا صبرته حطيته يعني في الفريجو بعد ما تصفى وكل، واستعملته من بعد يعني من غدوة الحي. حضرت بيهم شربة الشعير، جت بنكهة الكروفات، راهي بنينة بنينة ما نحكي لكمش. وتوا باش نمشوا للمرحلة الثانية، باش نسخنوا شوية زيت زيتونة في المقلة، ونزيدها الثوم قرابة 3 حبات بشرتهم مبشورين، واستعملت زادة شوية من أي نوع متاع حوت عندكم يكون ما فيش قشور، وكان ما عندكم زادة تنجموا السكالوب زادة يجي زادة بنين، تروفة صغيرة من السكالوب، وإلا تنجموا المرحلة هذه راهو تستغنوا عليها، يعني الفرويد ناري تكفي. ولهنا زدت زادة الفلفل الملون قرابة نصف حبة من كل كعبة، خذيت اللون الأحمر والأخضر والأصفر، وزدت زادة الجلبانة، خليتهم على نار هادية. وتوا باش نقلو الرز، أما بالطبيعة نبتو غسلينه ومصفينه بالقدا، أما قبل كل شيء لازم على الأقل الزيت اللي باش نقلو فيه الرز نكونوا مفوحين فيه ومقلين فيه ساعة قبل الكروفات، باش النكهة متاعه الكل تهبط فك الزيت هذاك، وهو بيده نفس الزيت نحطو فيه الرز، يعني هكا نحاولو نقلوه لين يعطي لون هكا يصفر شويه، ماهوش غامق، ما يعطينيش لون غامق، خاطر هكاك باش يمرار الرز، اما يدوب ما ياخذ الصفوريه هكا نتاع الزيت. هذه يعني السر من اسرار يعني النكهه والبنه نتاع البايلا. زاده ننصحكم بالحق تجربوها على الطريقه هذه، راني جربتها برشا طرق، اما بالحق يعني احسن وابن طريقه جاتني طريقه هذه، يعني خذينا بنت الكروفات من 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 يعني طرق كلها، يعني المرقة تكون فيها الكروفات، الرز فوحناه في الزيت نتاع الكروفات، يعني ما فهمش ما اكثر من التفويحة هذه. بالحق جربوها وتفكروني، راهي بنينة بنينة على الاخر، تاكل المثل نتاع المصري تاكل صوابعك وراها كيف هكاك، يعني بالحق جربوها جربوها، ونستنى في لي كومونتير نتاعكم. وبعد كيف ما تشوفوا في الفيديو لهنايا بعد ما قليت الرز، راني نجم نستغنى على هالمرحلة هذه نتاع تقليت الرز وحده، ابار نجم نحط الرز طول في وسط المقلة هذيك يعني نتاع الخضرة، اما انا حبيت ناخذ النكهه يعني الكامله نتاع الرز ونتاع الكروفات، هذاك علاش قليتها ابار. ومن بعد خذيت الرز حطيته في المقله نتاع الخضره، ولهنايا كيف ما شفتوا في الفيديو زاد خذيت المرقه نتاعي صفيتها، وزدتها شويه من الطماطم قرابه مغرفه كبيره، زيدوا كميه من المرقه في الرز. وانا لهنايا خذيت يعني حكرت بالعينين، اما بالنسبه للمبتدئات الجدد معروفه معناها كاس رز عليه كاس ونص من الماء، يعني تاخذوا الكاس الرز هذاك اللي نفس اللي حكرتوا بيه، هو بيده تزيدوا له المرقه هذه قرابه كاس ونص، باش يجيكم كعبه كعبه الرز ويتيب قد قد وما يتلبزش في بعضه معناه. وبقنا اخر مرحله باش نعملوا الزينه. بالطبيعه بعد ما غسلت ليمول بالقدا بالقدا، وكان فما اكل الحجر هذاك قرقشته بالموس باش من بعد ما يبقى لناش الغزه تهبط في الرز،
وتوا جانا الأهم حاجة بالنسبة لي أنا اللي هي مرحلة الزينة. يعني كيف ما تعرفوا المثل متاع العين تاكل قبل كل شيء قبل الكرش، أنا نمن به المثل هذا، نحب كيف نحط حاجة نعطيها زينتها ونعطي يعني كل حاجة كارها ماذا بيها هكا نزينها ونتفنن فيها. ونعرف انتم زادة يعني البنات كل واحدة وعندها يعني افكار في الزينة، وزادة نجموا تزينوا بالمتوفر عندكم زادة الكل المفيد، تخلوا يعني صحن منظرها حلو. حاجة أخرى البنات ماذا بيكم تنتبهوا لها من قبل ما نطيب الرز وكل، ماذا بيكم الطنجرة وإلا المقلة تكون إيدها حديد على خاطر من بعدها هي بيدها باش ندخلوها للفرن. بعد ما كملنا مرحلة الزينة نغطوها نخلوها قرابة 5 دقائق على نار هادية على الأخر، ردوا بيكم لا تتحرق رفيسة ما الرز ينشف ويتحرق، ديما عينكم عليها. وبعدها تغطوها بالورق الزبدة وبالبابي ألمنيوم ونخلوها في الفرن على حرارة 180 درجة قرابة 20 دقيقة. وتنجموا البنات تحلوا خاطر كل فرن وكيفاش، فما اللي يتيب في ساعة ما يسخن وفما اللي معناها ما هوش يسخن برشا، تنجموا تحلوا عليها ما هيش كيف الجاتو ولا باش تفسد العظام وكل، تنجموا تحلوا عليها وتشوفوا الروز متاعكم وقت اللي حسيتوه سيطاب. بالنسبة للخضرة متاعنا هي بديجا طايبة، شوية ليمول بالفابور وكيف يتغطى بالبابي ألمنيوم توا يتيب وحده وحده، والكروفات نص طياب يعني بحكم احنا مقلينها من الأول بالكل، دونك ماناش باش نخلوها برشا على في الفرن وتبقوا كل مرة تتفقدوها. وهكا كمل الفيديو، كملت الوصفة متاعنا، وإن شاء الله يا ربي أعجبكم وكان فيديو خفيف ظريف، وحاولت إني نفسر كل مرحلة ويعني وإن شاء الله يا ربي يعني مجهودي ما ميمشيش خسارة. نستنى بركة تعليقكم ونستنى الاشتراك في القناة للي ماهوش مشترك مع تفعيل الجرس باش يظهركم جديدي. وديزو للبنات راني الفترة هذه بالحق مغصورة برشا برشا، مانيش باش ننجم نهبط فيديو كل أسبوع.